عندما يضيق المدى يأخذك اتساع الصوت إلى مدى أبعد، لكن عندما يتسع المدى فإن الصوت يعطيك آفاقا أوسع وأرحب في حياة صار من الطبيعي فيها الضيق والضيق وحده. إكسترا يغادر الأرض باتجاه السماء، لأن ضيفة اليوم بصوتها تحجز بطاقة من الدرجة الأولى وللسماء السابعة. في زحمة أصوات اليوم الناعبة، وفي زحمة أخلاق اليوم الخارقة، تكون استضافتي لها إكسترا مضاعفة، فهي من لم يستطع أن يقترب منها قبح أو أن يلوث نقاءها غبار. هي سيدة الغناء الراقي الأنيق البديع الرفيع، بصوتها جارة نخل السماء، وبحضورها تشرب في كأس ماء ورد، صاحبة الصوت القدسي ميادة بسليس. يمكن مو من المهنية أني أقول لضيفي من البداية قديش أنا معجب فيه، فمعلش خليني ما أكون مهني. أيوة. وعبر عن إعجابي الشديد فيك وانتظاري لهذا اللقاء لكتير أسباب، يعني ما بعرف، وللصدفة إجت إجابي هذا اليوم المميز اللي هو يوم ميلاد سيدة فيروز. أيوة. يوم 21 تشرين الثاني. بشعرك هذا بال ضيق ولا بشعرك بالفرح؟ موضوع يعني بيضلوا بيشبهوكي بفيروز. أول شيء بتشكرك على المقدمة. لا أكيد ما بيزعجني، بيفرحني كتير، بس بيخوفني كتير. لأني دائما ما بتعرف إذا بيشبهوك بشخص له قيمة كبيرة وكذا جيل مربع على سماع صوت ست فيروز وبيشبهوك بيقولوا لك فيروز الشام، أكيد بخوفني هذا، يعني هذا التشبيه. 80 سنة عمر الست فيروز، الله يطول بعمرها ويعطيك عمرة وزيادة واللي وصلت له. وبعتقد أنه نقاط التشابه والتقاطع يعني الكل بيعرفها، يمكن نوصل له. أنت برأيك ليش؟ أنا برأيي أنه لا، لسه ما عملته لجزء بسيط من الست فيروز اللي هي عملته. يا ريت أكون أنه عاملة مثل الشيء اللي عملته الست فيروز. كانت تعمل كل سنة مسرحية وتعمل تنزل أغاني، ألبوم أغاني، وكان عندهم بعدين كان في عندها الأخوين رحباني عاصي ومنصور. وعندك الله كمان السميرين. لا كان عندك السميرين أكيد. ايه الله يخليهم. طحان وكويفاتي. ايه صح، يعني ممكن انه هنن بيشبهوا الناس. انا بشوف يمكن لاني ما بغني على مسرح. ايه بس كمان فيروز يعني المسرحيات اللي عملتها وكذا، كان يعني بعرف سمير يعني كان يعمل مسرحيات كمان، حتى عمل مسرحيات. أيوة. فيروز بحلب. أيه. زمانه. صح. بس ما انا كنت رندش وكذا. أيه. بس ما انت كنت ليش ما حاولتي تفوتي؟ لا كنت انا اصغر. اي بعرف، بس ليش لما كنتوا ليش ما فكرتوا تعملوا مسرحيات؟ ما كان يعني نحن البدايه بلشنا انه ما بتعرف كاسيتات، بلشنا هيك اول اوائل التسعينات يعني، يمكن او قبلها كمان، قبل ما اتزوج ب 86 عملنا كاسيت يا قاتلي بالهجر. ايه يمكن لانه المسرحيات مكلفه، بدها كادر فني كبير وبدها انه اكون يعني لو انا صغيره مثلي. امثل يعني يمكن ما بفتكر التمثيل، ما بعرف امثل انا. بس كنت وقت انا صغيره مثلت مع الطلائع انه خلال اوبيريت. انا عندي صور بقى وشايف صور لإلك. ايه صح. ايه عامله واقفه. ايه على المسرح وبتمثلي. ايه وبتغني وكذا. ايه هي وقت كنت صغيره يعني، وانا كبيره ما جربت يعني، انه بحس اني انا ايه هو صعب التمثيل يعني، بشوف شغله ما يسهله ابدا. بس ميادة في تقاطع بالضروره بالتجربه يعني. ما هيك في شيء يعني ما من فضى جاي موضوع. ايه اكيد. ايه تشبيهك بفيروز. ايه بس انا مثل ما قلت لك بخاف دايما من هذا التشبيه، يعني انه هي قامة كبيرة وعظيمة وبيشبهوك لألا، وانا بحس حالي اني انا ما عملت ولو جزء صغير يعني لسه. هلأ يمكن بلشتي مؤخرا تختلفي عنا بقصة انه صرتي تظهري بالحوارات. كنت قبل بعد لا. ايه كنت بتلا بعد الحوارات ليه؟ ايه
انه ما يمكن ما بحب احكي كثير، يعني انه اذا ما عندي شيء عاملته ما بحب اطلع هيك على وسائل الاعلام بس احكي، يعني بس انه هيك لا، لو بس دائما ظهور كان او يكون كمان هيك معك كان يعني ايه سمير بكون سمير صح وهو دائما بيحكي وانا بتقولي له اوكي. بقى ايه بسكت ما وقت هو بكون هذا بالبيت، حضرته. بالبيت كمان هلا سمير يعني هو هو حاضر بيحكي دائما، وانت لا هو سيد الجلسه وين ما بكون، بالبيت بالاستوديو، يعني له وهرته يعني وكلمته. بتعرفي صار خلاف كبير انا بحسب معلوماتي بين، ايوه او هو الخلاف الذي قسم ظهر البعير كما يقولون، ايوه انه لما دخلت على المكتب فشافت عاصي يعني عاصي الرحباني عم يعمل تصريح او عم يعمل لقاء صحفي باسمه، يعني عم ايوه يجاوب عنها، ايوه فكانت هي القطيعه. يعني هلا صرتي تظهري بلقاءات يعني انا لحالك ما انت؟ بعرف التفاصيل. لا سمير مو هو هيك بالأسوأ، بفتكر يعني سمير بشبهه بالأسوأ بالشغل بالتسجيل بالاي شيء عنا على يعني على المسرح، عنا حفله قاسي كتير وصارم وحازم، يعني هو بس ما دائما مصادرك يعني، انه لا هو يشوف يمكن انه هذا هو أول لقاء لحالك أو ثاني لقاء شيء لحالك، ثالث رابع لقاء. لا عم بطلع انا لقاءات لحالي، بس عم تظلمني هيك المساحة. او عم تظلم سمير حرام عليك. طب تعي نعتبر إنه هلأ بلش لقائنا، هلأ أي بلش حوارنا، نقدر نكون حوارنا بدون ما نجيب سيرته أي للغالي، أي أنا بحبه يعني مثل ما كتير. بتحب مثل ما بتحب. وأنت يمكن غنيتي له يا غالي ولا لحدا تاني يا غنيتي غالي له؟ لا هي مو لسمير. آخر أغنية مؤخرا كانت هي لسمير، أغنية أنت بقلبي اللي غنيتها بدار الأوبرا هي كانت لسمير بالحرف، لسمير عم كويفاتي. بتغني له اياه أيوة انت؟ أيوة هو كان بده يعمله وبعد ما عمل عمليته والحمد لله قام بالسلام وهيك يعني. فعملتي أيوة هي ما طبعا قلت، كلمات سمير طحان بس يعني. ما قلتي على المسرح انه هي لسمير لا ما بحب احكي، انا بحب غني اكثر ما انه احكي، يعني على اذا المسرح اي ان هدول المطربين بيطلعوا اللي بيقولوا مساء بيطلعوا الخير بيحكوا هيك وكذا لو وهيك. بيعيشوا الجو والهيك، انا ما عندي هاي القدرة. او ما عندي قدرة، بحس عندي من خلال غنائي انا بحس اني انا بمسك الجمهور، يعني مو انه من خلال هدول المطربين اللي هن مثل ما بيقولوا بيعيشوا الصالة. انا ما ايه عندي اياها هاي بس الملكة، يعني واحد وبحكي قبل كل اغنية تزعلي هيك. بس تقولي يا ريت انا قلت لهم للعالم انه هاي الغنية لسمير، لا بحسوا بالعكس العالم؟ بحسوا وحسوا فيها، وكل ما قطع كانوا عم بصفقوا، وانا كنت هاي الغنيه كتير خايفه منك، يعني خايفه منها بدي اغنيها بالحي كتير، والحمد لله ما بعرف شنو وصل الاحساس للناس يعني. حمل لي على جناح كلمه وطيرني لابعد سما، تصير خيوط قصتنا غيمة تجمعنا سلام. تعي لا مثل ما قلت لك نفترض انه ما بقى بدنا نحكي عن سمير قبل سمير، ما بتحسن لانه ما هو بحسن. ما بحسن، هو غير انه غلاوته بالنسبة لإلي يعني. لا هو موجود بكل شيء بكل تفصيل، يعني لو ما هو انا ما كنت بطلع ولا حدا بيعرف فيني، بفتكر يعني انه هيك. يعني برأيك ما يعني إمكانياتك الفنية كبيرة، كان ممكن تكوني ممكن اكون كنت بصير اكون يعني، بس يمكن ممكن اكون مثلي مثل غيري، بس يمكن لانه انا تزوجت سمير هو رسم لي هذا هالخط هذا، يمكن صرت مميزة عن كتير مطربات. أنا هيك بشوف يعني بالنسبة لي، وبشوف هذا هذا من الحب، خلال هذا حب، هذا أكثر من حياة زوجية أنت يعني وكذا. هيك بتشوف يمكن. ما بعرف، أنت عم تحكي، أنت عم تلمع عيونك أنت وكذا. يعني هذا ما فينا نسقطه من بعده أكيد جاي. طبعا أكيد بيبين أكيد، بيكون ظاهر. بس يعني ما بتوعي على حالك قبل سمير؟ قبل يعني وقت كنت طفلة هيك هي البداية كيف البداية يعني؟ انه هي وقت لأنه كان نحن حديثنا اكثر، وبعتقد ما حدا حكى معك عن بدنا نحكي بعيد عن بقى الاستوديو هالقصص، خلينا نحكي بهدول.
يعني أنا مثلا فتحت عيني بغني، مثلا بعرف حالي إنه أنا بغني أصل الغرام نظرة، ما حدا علمني إياها ولا حدا، إنه بحب أغني أغاني، حتى كان يقولوا لي ميادة، يعني كان الأساتذة إنه بتغني أغاني أكبر من عمرك، إنه ما بصير إنه تغني أغاني تناسب يعني عمرك، أنت طفلة هيك. بحب إنه ما حدا كان حدا يقعد يسمعني أو هيك، لحالي أنا كنت أروح أدور، وكان حتى ما كان عندي كاسيتات فيروز، أروح مثلا عند هذا الحكي قرايبنا كذا. ما عندك مشكلة نقول أي إيه سنة لا كذا. أكيد، لا أكيد. إيه هذا الحكي من زمان كتير يعني. إيه بالثمانينات والكورال، والكورال طبعا دخلتي على يعني من خلال الترتيل بالكنيسة، في كمان أساتذتي هن لهم فضل علي كتير. مين هن بتتذكريهم؟ طبعا وبذكرهم دايما عندي، الأب جورج بيروتي، الأستاذ جورج أسماء سوس كبيرة. طبعا فيما بعد بعدين علمني الطقس البيزنطي، الترتيل البيزنطي، الأستاذ جورج نجمة، هدول كلهم لهم فضل علي وأنا صغيرة، إنه بتهذيبي، بحس أنا بتهذيب شخصيتي وتهذيب صوتي، والغناء الجماعي بالكورال هو كتير، الغناء مع الجماعة غير ما أنه واحد غني إفرادي بيهذب كتير الشخص. بس كنتي تطلعي سولو من أي عمر؟ يعني أنا وأنا الصف الرابع. بطلع بغني أنا في الرابع بتعملي سولو؟ إيه يعني بتذكر عملت مقابلة بإذاعة حلب، أخذوني هيك ورحت غنيت أغنية يا مسهرني، حتى عندي التسجيل أنا بس في حلب مو هون، يعني اللفظ فيها أحرف غلط يعني عم بغنيها. إيه كيف كانت العيلة وقتها؟ عائلتك؟ العائلة هن الأم يعني نحن من عائلة محافظة، ما بي يعني بيخافوا هن أنه عند صبية هيك صغيرة تطلع تغني مثلا. وبوقتها كان كمان كان في مشاكل بالبلد بالثمانينات. ايه طبعا ايه كان كانت عندي حلب فيها مشاكل. ايه صح فيها. ايه انه بترتل نور، عفوا ميادة بتغني بال نور بترتل بنتك. نور شفت عم بخربط، عم تخربطي باسمك، بخربط بينك وبين نور. ليش؟ بخربط بين الاسماء ان ثلاثة الله يخليهم، ما بعرف ليش. رح نحكي عنه بس انه انا اول انا بعرف بس واحد بس الام تنادي لبنتها او كذا، كنت عند كل الاسماء بعدين تتذكر. لا لاني عم بحكي بلسان اهلي مشان هيك خربطت. طيب اي عم بقول لك انه مثلا ميا دبسي تغني من خلال حفلات المدرسة، بالترتيل، بالكنيسة، يعني انه هيك، بس اني تروح تغني يعني. وكان عندي انا برنامج بالاذاعة مع الله يرحم الملحن رضوان رجب، كان في هيك برنامج اروح كل جمعه اغني، ومن خلال هذا البرنامج يعني تروح اروح يعدي علي كنت صغيره وياخذني الله يرحمه. ايه وبعدين صارت المشاكل، بابا خاف يعني، وانا صرت شوي كبرت يعني، هو من حقه طبعا. كانوا قاسيين، هن كانوا حنين، كانوا هن بيحبوا مثل كل الهام. شخص عنده انه ايه انه عندهم بنتهم بتغني وبتغني اغاني اكبر من عمرها، وبنفس الوقت بيخافوا يعني. انا تميت هيك بغني انه من خلال المدرسه وحفلات الكورال وهيك، لبين ما تزوجت بالعشرين يعني، تزوجت عمري 20 سنه، بعدين اخذ المنحه يعني. موضوع موضوع انه منحه اخر، انه سمير بده جوزتي بكير. ايه جوز بكير 20 سنه، 21 كان عندي نور. انت بتعتبري انه بكير؟ ايه انه ايه بكير كنت يعني. غلط يعني ما بعرف، يمكن هيك القدر او النصيب هيك يعني. بالعكس انا بشوف اني نرجع نحكي انا بشوف اني محظوظه اني محظوظه اني تزوجت سمير، انه هو عرفني على المجتمع، على الناس يعني، مثل ما بقول رباني على على ايده هو. ايه تربيتك المنزليه انعكست على تربيتك للبنات هلا؟ ايوه كثير يعني. هلا بتشوفي حالك امك انت عم تربي بنات؟ ايه طبعا، بس احيانا بريد اكون انه ما انا هيك شخصيتي يعني، طيبه هيك كثير، نحن طيبين، نعامل الناس هيك، بنحسب كل الناس طيبه هيك مثلنا. لازم الواحد يكون شوي ما بقوله قاسي شوي، ما يكون كتير حباب هيك، انه معلش كل شيء معلش بنقول، متسامحين. حاولتي تعلميهم هيك مشان تختلفي؟ ما قدرت يعني، وللاسف وقت كبروا بقولوا لي ماما يعني الله يسامح. ايه لازم شوي، لانه طلعوا هو انا دائما
يعني هنا محاطين دائما، انه انا مثلا بيعرفوا كانت بنتي نور صغيره تروح على المدرسه تقول لهم يعني انتم امكم ما بتغني، ابوكم ما بيعزف، انه هيك يعني تخمن انه كل الناس بيغنوا بيعزفوا كل البيوت هي. ايوه ونحن بنجيب لهم كل شيء هيك قصص يعني كلاسيك المكتبه الخضراء، انه كل شيء حلو وكل شيء هيك، وبنجيب لهم كل شيء موسيقى يعني حاطينهم بجو كتير حلو. وقت كبروا يعني انصدموا بالواقع، وقت هلا هن الله يخليهم درسوا بالمعهد العالي، انه الواحد مرفوض يكون ملعون شوي اكثر او يكون يعني. بس انا بقى اشوف انه تربيتي كويسه نشكر الله، يعني طالع اولاد مربايين بدخلهم بالمجتمع يعني شغله ما بس انه بضل انه مع انه كنت بتحلمي بصبي شيء انا ايه وقت كنت صغيره ايه بحب يكون عندي صبي، بس كمان نشكر الله اذا الله ما طعمني هلا صار يحسدوني لانه بالوقت الحاضر ما عندك صبيان الله يخلي اولاد العالم كله ما بعرف اكيد الناس كلها بتعرف يعني اللي عنده صبيان كل واحد صار بديره كل واحد بقرنه مثل ما بتعرف الله يخلي اولاد الناس كلها بناتك بتحسهم تحت جناحك راح يضلوا مع انه هلا نور تجوز ايه مزبوط تزوج شو هذا الاحساس تبعها لما بتطير يعني احساس حلو كثير هيك بتحس انه وصعب كمان نفس الوقت يعني بتحس هيك شيء قطعه منك خلص راحت يعني بتفقدي لها بتشتاقي لها بتحسي انه في هيك شيء ايه طبعا وهي كل وحده عندي انا لها كيانه يعني نور عندك مثلا بالبيت فورا باستمرار بتسمع صوت البيانو عندك مرح على التشيلو النغم على الكمانجي يعني وقت بيجتمعوا كلهم وقت كنا بحلب تصير بقى يعني صعب كمان مو سهل تحس حالك قاعد بمعهد موسيقي وكل واحد رأيه شيء بس يجتمعوا بالبيت بس يعني قديشك بعيدة مع انه موسيقى وبيت وكذا بس قديشك بعيدة عن الوسط الفني وقديشك يعني إنسانة أنثى للبيت مزبوط أنا لحال أنا بالبيت بعيد عن وسط فني كتير يعني أنا عنا نحن البيت والاستديو وكان كل همي الأولاد يعني إنه أنا هن يكون دراستهم كويسة ووصلهم على المعهد الموسيقي بحلب ويرجعوا وهيك هاي هي كل اهتماماتي وإني أنا يكون سمير أشوف كل طلباته وبنفس الوقت طلباته الإنسانية بالبيت كلها إيه طبعا هو سمير طول الوقت نحن ما بنشوفه دايما بحكي طول الوقت هو يعني مغموس بالشغل إيه يا بالاستديو يا بشغله يا بسفره أنا يعني كنت شايلة حمل البيت كله يعني وهمي كله البنات بس يعني. أنت شريك فني يعني سمير يكتمل بك وأنت تكتملين بسمير طبعا يعني أنت صوته فأنت شريكة يعني بعيدا عن اللي عم نشوفه نحن على التلفزيون أنت بعيدا عنه حدا عادي بالبيت صح ما عندي هال حركات هلا كبروا الاولاد صرنا نلبي دعوات صرنا نشوفك بالاماكن العامه نشوفك ايوه صح يمكن كمان لانه حصرنا بالشام بدمشق يعني من قبل كنا بحلب كان ياثر مثلا يكون في شغل كذا وسمير عنده مرتبط بشغله ما بقدر كان يعني كان ياثر هيك شوي على ظهورنا اكثر يعني من خلال عم تنبسطي هلا اكثر بالظهور يعني انه هيك بس كمان انه ما بحب كتير مثل ما قلت لك بحب وقت اظهر يكون هلا انا شبكون متواجده يا في تكريم يا في شيء يعني كمان هذا الشيء بيعزي شوي بتحبي انه في تكريم هلا وتحسي انه منيح عم يتذكر انه الشغل كله ما راح يعني انه الناس بتقدر واكثر شيء واحلى شيء اني بتشوف احترام الناس لك هذا شيء عظيم كتير هذا ما بتقدر يعني تاخده ولا تشتري بمال الدنيا بتحس الناس مقدرة رغم اني انا مالي ظهور كتير على التلفزيون ما عندي كتير كليبات انه ما عندي كتير حفلات انه كلها مصورة ومعي كاميرا لحقتني وين ما انا بروح مثل غير فنانات بس بتحس الناس حفظاني وبتعرف كل شيء وكل الاغاني هذا عطاكي اسم ايه صح هذا يمكن اللي يميزني عن غيري ومثل ما يعني معلش خليني اربط مثل ما بلشنا بفيروز أيوة. كمان أعطاها أسهم هاي الهالة أيوة تختلف صباح. القصة يختلف الزمن أي صح لكن الصورة اللي انرسمت لألك بأذهان وعقول العالم مو بس نابعة من ما تقدميه غناء أيوة كمان من شخصيتك أي صح يعني بس نشوفك على المسرح بنشوف أمنا أختنا أيوة الكبيرة هيك بيقولوا لي إن كلهم صح منحسك حتى اللي بشوفهم بالطريق
حس قالولي كأني أنتي حدا من أهلنا، حدا مثل أختنا أو أمنا أو هيك. هذا الشيء بفرحني كتير، أني أنا يمكن لأني كمان من خلال أغانينا نحن منغني بلسان حالهم، يعني ما منجيب كلمات أنه هي من الفضاء وأنه بس هي عشق وحب وهيك، كلها أشياء ملموسة وحاضرة وصايرة. يعني مين عنده فانز أكتر، أنتي ولا هيفا وهبي؟ أكيد هيفا وهبي. أنا آسف أني ذكرت اسم. أكيد. بس حقيقة أني أنا قصدي أنه بعد في بهذا الزمن لهذا الشكل الراقي جمهور معجبين فانز بعد في يعني في هو للأسف يعني نحن بعصر عصر الصورة، الناس يعني دائما تلحق أنه يعني مثل ما بيقولوا الشكل غير المضمون، يعني يصطفلوا ولا في ما بنقدر انا احكم على حدا. يعني انا من الناس اللي بتشوفها كمان بتتفرج عليها، يعني ما انه بتابع كل الفنانين اللي كان اللي انه مثلا اللي لهم حضور، ما بنتقد انا، كل واحد يصطفل. يعني اذا بدي احكي بصراحه اكثر من البيت ما بطالع صوتي ما بحكي. يعني ما بحكي انه انتقد اطلع عبر الشاشات واحكي، لا لا، كل واحد يصطفل عنده طريقه اللي رسمه. ما سمعت منك ولا تصريح ولا سمعت منك ولا انطباع سلبي عن حدا او عن شيء. هاي برجع لتربيتي، يمكن لاني انا تربيت هيك. بينك وبين نفسك يعني انت لما تجي تناقشي تجي بتقولي يعني هل هذا عدل انه سين من الناس احيانا لا، اوقات بتجي لك حالات هيك انه انت تشتغل مثلا وبتتعب هيك، طبعا بيني وبين حالي بقول هالشي هذا يعني. بس قلت لك شيء اللي بيعزي انه تلاقي عندك مكان كبير عند الناس، يعني غير انه كل واحد له طريقه. بس يعني ما فينا نقول انك بتنتمي للاستوديو اكثر من البيت باعتبار حياتك مقسمه بين البيت والاستوديو. لا، هلا مؤخرا صرت يعني بصراحه بشتغل بالاستوديو اكثر، يعني انه مثل ما قلت خلص كبروا الاولاد والله يخليهم، انه وبنق على سمير كثير حرام. هو كمان يعني بده يشتغل 100 شغله. صار يمكن صار بيتك الاستوديو هلا. هلا ايه طول عمره انا بيتي هو الاستوديو. يعني أنا تنقلت من كذا بيت، البيت هو الاستوديو نفسه. يعني أي بيت أي بيت بتنتمي له أكتر؟ هذا البيت اللي أنت هون فيه اللي نحنا لا أكيد ما البيت صورنا فيه، البيت ولا البيت اللي بحلب أكيد هو البيت اللي هلأ هلأ هذا البيت بحس حالي إن أنا قاعدة هيك إنه مثل ضيفة، ودائما عندي طموح وتفكيري يعني إنه أمل إنه أنا بدي أرجع لبيتي، أنا بدي أرجع لحلب. بصير بيضحكوا. تقدري تحكي لهم عنه لبيت حلب؟ أي طبعا. هو أو نحكي عن بيوت حلب. أكيد. نحكي عن أول بيت اللي ما بعرف أنا بعرفه يعني بحكم معرفتي صح. فيكم أول بيت اللي كان أي الصغير الصغير أول بيت كان هو البيت والاستديو وكله نعمل فيه الحيطان. حكى بوقتها سمير كان يعزله، هو كانه مع انه شيء بسيط يعني صوت بيت او انه بس يطلع الصوت صح، وكان على مسجله بكر وهيك. بس كان يعني بحب كثير هالبيتين. بحب على بساطته وعلى صفينا بيت حرام. هلا البيت مؤخرا وقت نزلت انا ما صار لي اسبوعين جاي من حلب. بعدك عم تروح وتجي؟ ايه بتم بروح رغم كل الظروف الصعبة. واخر مرة رحت انا سبقتهم لسمير والبنات وهن لحقوني بعد اسبوع وتسكر الطريق وحتجزتوا 15 يوم 15 يوم. هلا انا بالنسبة لي كنت مبسوطة، بس سمير والبنات تعرف سمير عنده شغل والبنات عندهم دراسة شوية والظروف صعبة كتير بحلب. يعني ما خفتي انه ما تقدري ما ترجعي؟ ما خفت لا. وهلا تقلي روحي عدي نحبسك بحلب تبقي ما تطلعي، بكون مبسوطة ومستمتعة. أكيد اللي بسمع بقول هاي ميادة أكيد ضرب من الجنون، يعني هاد ما في مي ما في كهرباء في تقنين في
يعني المي يعني صاير الحلبي بده يشتغل كل حياته، شغله الشغل انه يأمن الامبير الكهرباء للبيت ويجيب مي يعني. والبلد صارت يعني هذا شيء محزن ومؤسف كثير. مشيتي بحرب؟ ايه مشيتي. وخطرك اصعب شيء انك تمشي ببلد تلاقي ما في حدا، الحارات اللي ربيت فيها ما في حدا، مهجوره كلها، ما في الناس اللي بتعرفهم ما عادوا راحوا كلهم، اللي راح سافر واللي راح الله يرحمه. في اماكن يعني وقت ما كنت طفله صغيره ارتل بالكنيس اللي بساحه فرحات كلتنا بنعرفها، للاسف ما بتحسن تروح لهونيك. مريت كنا انا وسمي نروح لساحه سعد الله الجابر، قالوا لي ما تروحي في قنص، يعني هذا شيء محزن. كنا ببيت حماي ابن حماي رحنا لنزوره، نحن طلعنا نزلت قذيفه يعني هلا هي السفره يعني ببساطه الواحد بيحكي لك بغير الصوت وال يعني الحكي غير صعب كثير الحياه. انت مملك نفسك لتغامري بهي الطريقه انه ايه ما بعرف. قالوا لي يعني انها هذيك السنه نزلت لحالي، ما كان معي لا سمير وشي، ونزلت بالباص يعني. نزلتي باص عادي؟ باص عادي، نزلت مع الناس وهيك يعني. كيف يعني كيف ما فهم. وكان اصعب لسه، هلا شوي احسن يعني نوعا ما، كان اصعب هلا تاخذي سياره طيب. انه ايه نوعا ما، رغم انه كمان في خطوره طريق خناصر مثل ما بتعرف، بس ما بعرف يمكن لانه انا عندي بحس روحي معلقه بحلب يعني. جيب باله سيناريوهات الواحد خصوصا ست البيت هي وقاعده عم تجلي مثلا. ايوه هي وقاعده عم بعتقد هي السلوكات اليومية أكيد تقومين بها مثل كل أنثى، مثل ما أنت عم تقولي. مظبوط. ما بعرف إذا عندك حدا بيساعدك مدبرة منزل وكذا. لا ما عندي هلا، ما يعني مانك من هدول الفنانات. لا يعني كان في مرة فترة من الفترات إنه كان عندي حدا بس ما زبطت معي. بدي أشتغل بهيد. إيه. خيالك ما بياخذك أنت وعم تشتغلي هذا الشغل وعم تفكري بأكثر من شغلي. أنا هيك بحسك بتفكري أكثر من شغلي. أنت عم تحكي معي هلأ أنا حاسس أنه أنت عم تفكري بأكثر من شغلي. مزبوط صح. وهذا الشيء بشتتني يعني. شيء مو كويس يعني، ضيع التركيز عندي. إلا وتكون على المسرح بقى تركيزي كله بالغناء وبال ما بشغل حالي بأي شيء، بس بالحياة العادية دائما مشتتة يعني. بفتكر بكذا شغلة يعني. ما فكرتي إذا طلعوا لي على الطريق؟ كتير فكرت هيك يعني، بس انا بفتكر انه مين ما طلع لي حدا يعني. شو انا انت ما حدا يعني مو غير معروف يعني معروف. انا انسانه مؤمنه بربنا، اللي ربنا كاتبه هو بده يصير. شو ممكن تقولي لهم؟ شو ممكن تقولي لهم يعني شو شو بتريد اعمل؟ لانه يعني انا بالنسبه لي مهم ما حدا ينأذى من العيله. يعني عرفت، لا سمير ولا البنات. يعني لو انا مثلا طلعت صار لي شيء بكون هيك ربنا رايد يعني. انه شو هلا بقلك ما فيها خطوره؟ فيها خطوره، بخطر لك يعني اشياء انه مرعبه او هيك، بس ما على فكره انا رحت وما نمت عند اهلي، ونمت لحالي بالبيت، والاصوات اللي بحلب مرعبه كثير يعني. انه ايه فتح جبهات حرب بالليل يعني عن جد مخيفه. بس هيك بدي اقعد لحالي يعني، ما قلت لك ضرب من الجنون يعني. ما بنقدر الثروات اللي عندنا الانسانيه لحتى نتركها بهي الطريقه. ولا انت مانك حاسه بقيمه نفسك؟ او يمكن هيك ما بعرف. قالوا لي اوقات هيك انت مياده غلط، ما بصير هيك يعني. في ناس ما بتطلع الا يكون معها حمايه ومرافقه، في ناس بتخاف. انا بعرف حلبيه ما بتنزل وقت الاحداث لهلا، ما بتنزل. ما بعرف، انا بحس بدي اروح اشوف ماما وبابا واخواتي يعني. لازم الواحد ينزل لحلب يشوف الناس كيف عايش، كيف عايشة يعني، شوف صعوبة الحياة شلون يعني. إنه عن جد أنا بنحني أمام جبروتهم وعظمة تحملهم للحياة يعني المستحيل اللي صارت بحلب، كأنك عايش بالعصر الحجري. يا قمر حلب هدي فوق الخد الموردي، شهبة شعرة تلحقك وبين عيون المخدي. اسمحي لي اوضح شغله، انت ما جيتوا على الشام بالاحداث، انت جيتوا ايه يمكن قبل الاحداث بشوي يعني. يعني هي صادفت قبل يعني انتوا قبل 6 سنين او 7 يمكن جيتوا. لا انا جيت اول الاحداث يعني بدايه 2011. مرتبط قدومكم بالاحداث؟ لا انه هيك صارت يعني، هيك بالصدفه. ولانه البنات عم يدرسوا ما بيقولوا لكم الحلبيه انه تركتونا؟
لا بيعرفوني أنا إني ما هو ممكن أتخلى عن حلب أبدا يعني. إلا حتى كان كتير ما بعرف، أنا بالنسبة إلي بتعني لي كتير، هي لغيري بجوزكم ما بتعني له، ما بعرف. القلعة، القلعة هي من أجمل وأحلى الحفلات اللي صارت بحياتي، هي اللي صارت بالقلعة. ويمكن بيقولوا لي ماذا بتغني انت او بتحكي لهلا باللهجه الحلبيه او هيك يعني، ما بحسن انسلخ من جلدي يعني. جربتي تحكي بغير لهجه؟ ما بطلع بايدي ابدا. ما ابدا يعني، وحتى ما بطلع بايدي اغني بغير لهجه يعني. بيقولوا انه بلوموني انه هيك، ما صدفت يعني. يمكن عنا اغنيه يتيمه بزمان عملناها فقدت السحر، كانت هيك باللهجه المصريه يعني. ماني ضد اللهجات اكيد، ولا انه، بس سبحان الله ما بحس بحالي وكياني الا وقت بغني بلهجتي يعني. انه بتحكي عن كل الاشياء اللي بتحبيها، ما حكيتي لنا ولا شيء بتكرهيه. شو بتكرهيه؟ طب شو هلا بوقت الحاضر بكره الحرب بكل تفاصيلها، لاني ضيعت كل شيء حلو كنا عم نعمله، ضيعت كل شيء. انت صوتك بحشرج هيك ولا لما بتحكي عن هيك مواضيع عم بحشرج؟ ما بعرف. هاد شيء مؤلم كتير يعني، لاني حرام. وفي شيء عم يحكم بالبلد للاسف يعني، نحسن نحكي يمكن في تجار الازمه هدول، ما بعرف يعني. يعني في ناس هلا بهالحرب لا برحم ولا بخلوا رحمه ربنا تنزل يعني، صار موته وعصب القبر. وسخت الصابون، وسخت الصابون. المحزن يعني، حكيتي بشكل عام انه ايه اكثر شيء بتكرهي الحرب، او عم تحكي عن شيء شأن عام. بس ما قلتي بالاشخاص. شو بتكرهي؟ شو بكره بالاشخاص؟ للاسف الناس صايره كثير كذابين يعني، عندهم صفتين هي الكذب والاحتيال، هدول سيد الموقف صاير يعني للاسف مع الناس. اي هذا الشيء. ده كمين كذبه حلو؟ مين كذبه حلو؟ كذبه حلو بس سمير. هو الوحيد. ايه باللقاء اللي كان معه قال لي انه بيكذب. ايه صح. كيف بيكون كذبه حلو؟ يعني هو بيكذب بس انا كذباته عندي كلها مكشوفه. بس بعمل حالي اني انا يعني انه مصدقه، عرفت شلون؟ على فكرة بدي اعتذر من المشاهدين انه اذا حسوا بتغير بالاضاءة او شيء. اي عادي، ما في كهرباء. يعني بعد ما شفنا اغنية كذبك حلو. ايوه. نحن ما عم نحكي، هاي الاغنية قلت لك لمين؟ قلت لي لسمين. ايه. حلوة كتير تصويرها. ايه هي مخرجها ابو حازم ايمن زيدان. وهذا انا صديق. هذا الاستوديو اللي نحن فيه. اكيد هو الفنان العظيم، قلت لك، والاخ والصديق أبو حازم الغالي. أيمن زيدان حازم له أفضل كتير على كتير عالم طبعا. هو له فضل علي، أنا أول مين خلاني وقف قدام الكاميرا يعني. بتذكر أنت ما عملتي أغنية فيديو كليب لحتى عملتي كذبك؟ لا، في قبل كان بقلبي في حكي، صورناها بالقلعة، كانت من إخراج الأستاذ نجدة أنزور طبعا، بس كان من خلال أبو حازم يعني. هو اللي أجوا جابوا الكاميرات، وبعدين عملنا بيني وبينك، كانت من إخراج مأمون البني، ما بعرف إذا بتعرف. أي، وبعدها عملنا لحظة، وبعدين عملنا كذبك حلو وراح دايما أهواك. هدول كانوا بديكور هوا بحري بتذكر. أي صح، ديكور مسلسل هوا بحري. هوا بحري صح. لا أنا معلوماتي كويسة. أي مزبوط. على كل بعدام قلتي لي وكنا صريحين بموضوع مين هو كذبك حلو، وأنت بتكرهي بس الكذب وهي، خلينا نضلنا صريحين، وهذا ما دخلوا بأنه قطعت الكهرباء أو شيء. أكيد أكيد. مين هن اللي وسخوا الصابون؟ مين هن وسخوا الصابون؟ هن كتير للأسف أشخاص موجودين يعني بيناتنا. هي أغنية مشان ما حدا. إيه أغنية. إيه أكيد، بس يعني الناس ربطتها رأساً بالواقع يعني. حتى كمان وقت كنت عم بغنيها بدار الأوبرا حفلتي، الناس تفاعلت معها بشكل يعني تحس يعني انه شو هاد ست ميادة، كأنك عم تحكي عم تحكي عنا نحن يعني، انه الناس عم تعاني من كل اي شخص. هو اللي عم يعمل اشياء ما كويسة بالبلد، هو اللي وسخ الصابون، حتى الصابون وسخه. عشنا يا مندوب وعلى قد السوق نسوق، عشنا يا مندوب وعلى قد السوق نسوق، اشتارينا وباعونا وراعينا وغشونا.
عندك هلا مشاريع؟ هلا كل مشاريعك الغنائية طبعا هذا السؤال مشترك لك ولسمير يعني، بس كل المشاريع فيها بالمضمون هذا الشكل من أشكال الرسالة؟ لا مو كل الأغاني، في قصة من الأغاني وفي هذا السي دي أنا حتى صوتي صار لي فترة، بس بقى سمير بدك تسأله له إيمت اللي بده يعني بيعمل عمليات المكساج بالسي دي وبتعرفه منون كتير كمان الأستاذ إيمن زيدان له طبعا له تقريبا هو صار 4 أغاني كاتب لي، في خليني معك هي غطيني بغبرة إيديك سمعتها وبالسي دي الجديد في أغنية تحملني وتأبقى أنا، وفي أغنية كمان أغنية عن الشهيد مؤخرا بفيلم الأستاذ باسل الخطيب كانت من كلمات الأستاذ أيمن زيدان. نحن يعني بدنا نسمع شيء هو بيكون أول مرة بينسمع، يمكن لسه ما خالص عمليات المكساج، فإذا بدنا نختار شيء من هذا السي دي لسه ما حدا سمعه ممكن شو ممكن تختارين يعني ميادة شو أحب أغنية لألبم من هذا السي دي ما حدا أسا سمعه نكون نحن بإكسترا أول حدا بنسمعه ممكن سمير يعطيك تأبقى أنا كتير مؤثرة كلمات أبو حازم وما تغنيت على مسرح لسه لا أنا غنيت أحملني بالحفلة تأبقى أنا لا بختار لي إذا بتسمع كلمات وكذا وهيك طبعا اغراء انه واحد يعطيكي كلمات اكيد، بس انت بتتمني تاخذي كلمات من حدا يمكن شاعر بيخطر يعني ببالك انه انا لو بغني او لو باخذ كلمات خصوصي من شاعر فلان في شعراء بذهن؟ ما عندي انه هيك، بس لانه في عندي كثير يعني قصائد وكلام كثير لسمير طحان وكثير يعني في بحس يعني لبهمة الواحد إذا ربنا أعطانا عمر حتى يعملون حتى يعملون يدوب. طب اللحن خلينا باللحن اللي هو أكتر الأسماء الكبيرة اللي بيسمعهم الواحد في حدا بتتمني تاخدي منه لحن غير سمير؟ غير سمير لا الوقت الحاضر ما عاد عندي هالأمنيات هي، يعني إنه مثلا أغني لحدا معروف إنه تقولوا إنه ميادة غنت إنه لا ما إنه ما بطمح، وصلت أنا لمرحلة إنه خلص يعني هو قناعة قناعة أكيد يعني، لأني وعم بشوف عم بلمس هالشي من خلال حفلاتي ومن خلال سماع الناس للأغاني إنه في تجاوب وفي شيء في أشياء كل مرة عم نقدمها غريبة وحلوة وعم بحبوها يعني بدي أغني أغاني، أنا غنيت كل الأشكال، غنيت الموشح وغنيت الأغاني الطربية وغنيت الأغاني تعرفه مثل عادي ويا غالي وخليني على وغنيتي قدي. لغيرك يعني غنيتي لفيروز وسجلتي أغنية وغنيتي بكل حفلة كان لنا توليفة للسيدة العظيمة فيروز مغنية وبالإضافة للأشياء التراثية اللي كنا نقدمها دايما، في أشياء حلبية وفي أشياء من كل المحافظات السورية كنا نقدمها، وكنا نقدمها من خلال أول ما كان مهرجان الأغنية السورية. هدول قديش أقرب إليك هني ولا يعني مين أقرب إليك هني ولا أغانيك الخاصة بس تغنيها قدام العالم؟ أكيد الأغاني الخاصة هن قريبين لألي كتير، يعني بحس فيهم كتير إحساسي كله بعطيه يعني. تسويقك على مستوى الوطن العربي وحتى والعالم هو ضعيف كتسويق، تعرف إنه نحن كل شغلنا يعني سمير حرام، كل شيء هو متحمل نفقات كل شيء يعني، إن كان هو يعني أنا شغلي مثل ما بيعرفوا كل الناس بيخسروا مصاري ما بيجيب مصاري، والشغل على مسرح مثل ما أنت بتعرف يعني طبعا. ده
مكلف وما عندك تجيب موسيقيين وتجيب ناس يعني، وما في عندي أنا جهة معينة تبنت مثلا شغلي أو هيك، بأثر هذا الشيء ما في جهة معينة تبنت شغلك؟ تبنت شغلي إنه ودعمتني. معقول لهلا ما إجت شركة كبيرة تقول أنا بدنا؟ ما في شركة، لا مين قال الشركة؟ كانوا ياخذوا الشغل من بعد ما نخلص يعني، ياخذوا الكاسيت أو هالسيدي بسوقوا أو هيك يعني، إنه مين يا غالي يمكن نعرف أو عادي، ما كتسويق كان يعني ما بتعرف. ونحن مشكلتنا نحن المطربات والمطربين السوريين ما ما في مين حدا يشيل بإيدهم يعني، ما في جهة معينة مثل ما قلت لك، ما مثل الدراما مثلا أخذت حقها. مطرب سوري يعني مظلوم كتير، في إمكانيات عظيمة وباهرة، ما بضطروا يطلعوا لبرا يغنوا. في أرباع المواهب ما بدنا نقول أسماء، أي أيوة أكيد عندهم مكتب إعلامي، أيوة صح، مكتب إعلامي الفنانة مظبوط، وعندهم عين. مرافقة وعندهم مدري شو ما بي... مكتب إعلامي ايه شين ايه مظبوط. شو ما بعرف دولة بقى كيف يعني، شلون بدك تسأل بعدين لوين بده يوصلوا. يعني الشغلة مو بالبداية كلام على القفلة. هيك برأيك؟ ايه ايه طبعا، لك بتشوف الفنان ايش عمل ايش عطى، او يعني شو الفنان ما بيبين من خلال حياته كلها بعد ما يروح إلا من عمله من شغله، بيبين مين اللي اشتغل ومين اللي كان فكرة صوتي نشطة على الفيسبوك هلا، يمكن عم بتحاولي تعودي المزبوط. أقول لك هيك إيه يعني، بس كمان ما بحسن، بحس حالي ما بحسن أحكي كل شيء، لأنه أصلاً بيطلعوا لك المنظرين ولا وكلهم صيروا بقى مثقفين وبدهم يحكوا وهيك. قديش بياكل منك الفيسبوك باليوم ولا؟ لا مو كتير، أنا إنه إنسانة فيسبوكية الصباح للمساء، لا عندي شغلي وعندي وقت بحس حالي ما في شيء عندي يعني. تعلمتي بسرعة؟ لا مو بسرعة كمان. بالنسبة لأولادي أكيد أولادي هن اللي ساعدوك تعملي حساب هلا أنا باستمرار تستعيني فيهم طبعا، وخصوصا بنتي الصغيرة ما شاء الله عليها نغم ومرح البسطانية والصغيرة شاطرين كتير، تعرف الجيل طبعا ما شاء الله هلا الجديد الغميضة. هو أيوة أشطر مننا بكتير. بتحسي عم بيسوقك هذا الشيء، عم يعمل لك شيء إضافي يعني إنه صار يعرفوا الناس الأغنية مثلا بتنزل شغلة كذا إنه أسرع يعني. في صفحات اسمها معجبين المطربة الفلانية، أيوة بالمليون مليونين ايه صح كذا. بالمليارات ما بعرف أنا دول ما وبتشوفهم. بتفكري إنك تعملي هيك شيء؟ لا 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 ما بفكر أبدا، لا لا أنا. طب إذا عملنا هيك بتتخيلي إنه قديش ممكن يكون عندك؟ يعني ما بعرف، ما عندي فكرة بهال. مو ظلم ما يكون 23 مليون سوري انه ايه حاطين لايك او لك هيك؟ لا بجو في ناس بتحب، في ناس يمكن ما بتحب، ما بعرف، ما بتقدر انا افرض حالي على. اسمحي لي اسالك يعني هيك ويكون سؤال خاص جدا، انه ليش ما بيحب؟ انه في انه ما بيحبوا ليش يعني، انه مثلا مطربة انه في ناس بيعتبروا من الغباء انه ميادة بس بتغني على مسرح، انه ليش انت ما كنت تغني بكل المحلات بالعراس وتروحي تسافري وتاخدي مصاري وكون حالكم شوي احسن، بيعتبروا يعني ضرب من الغباء يعني. اجاكي طلبات تغني بعراس؟ من ايه طبعا من زمان وهيك، انا ما كنت اقبل، ما بعرف ما بشوف حالي يعني، او يمكن ما بتزبط معي انا بعدين بدي اغني. ما بتزبط معك شو؟ ما بتزبط معي اغني اغاني يعني كيف تقول لك انه ايه ما بتزبط يعني، انا ما من النوع اللي بعمل جو هيك. عرفت كيف؟ الاول بده يغني بالليل من حقه، عم ياكل بيشرب، بده واحد بدك تغني على ذوقه. بس انت شخصيتك مريحه وطريفه وممكن تكون بهذا الشكل يعني، انا ما بحسن اغني الاقي حدا قدامي مثلا عم بيحكي وعم ياكل وهيك، بده يكون عم يسمع انه ايه ما بتزبط. انا بعرف وبيبين على وشي اذا هيك انت عم بتغني قدامي إذا ما هو يعني، بتصير أوقات بحفلات كونك مثلا غوشة وهيك ما في سمع يعني، بيبين على وشي يعني. أنا بعرف بمرة من المرات إنه بإحدى الأعداد طلب منك من جهة هيك حدا بيمون يعني إنه، فقلتي له أنا ما بغني بهيك محلات، ما بغني إيه صح مزبوط. بس يمكن ترضي بهالقسوة يعني، انت شخصيتك قاسي بانك ترضي بهاي الطريقة؟ اوقات ايه ما بغني وبصير معي بصدامات يعني، كنت كتير بزمان انعزم على شغلات انحرمت منها بصراحة كرمال اني ما اروح، لا احرج قدامي ولا انا لانه بدي اقول لك ممكن ايه انه ايه
خلص صارت تصير بعدين انه مثلا اكون انا قاعده يعني انه مشان ما نخجل مثلا ممكن اغني اغنيه وانا قاعده يعني انه اذا كنت بمكان يعني مشان الناس تعرف يعني كنت مثلا حدا من قرايبينك يقول لك يعزمك على عرس فانت تعتذري ما كنت اروح بيعرفوا ما كنت اروح على عرس لأنه ولا شيء ولا ممكن يحرجوكي بالمايكروفون تطلعي تطلعي تغني او هيك هذا حرص على شو؟ ما بعرف على صورتك على صورتك على مستقبلك المهني ما بعرف يمكن ايه يمكن ايه؟ ما يمكن بعرف إيه؟ لا يعني انه شيء يعني ما بتغني غير على مسرح وبدك حدا يقعد يسمعك وهيك يعني في ناس تلك ضد يعني وفي كتير انا خسرت مثلا انه حفلات وهيك انه ميادة نحن نغندك يعني ما بنحسن نعمل لك حفلة الا اذا كانت حفلة فيها عشاء يعني حتى اثرت على الحفلات البرة كمان انه مثلا يعني ما بقى يجيك دعوه ما بقى يجيك دعوات من دول اخرى في حفلات إيه طبعاً لانه هن عندهم من شرطهم انك تكوني هن من حقهم يعني لانه الحفل بمكان فيه عشاء وهيك بمردوده اكبر بكتير من انه يكون على حفلة كونسير هيك على مسرح يعني على كل الاحوال يعني يعني ما بدي اقول لك شيء هذا هاي قناعات ومحترم اللي بيسمعوا بكل بس بعتقد النوع اللي بتغنيه بده واحد يكون واقف لحتى يسمعه انت في مطربات كثير بيغنوا بعتقد اللي بيغنوا بهي الطريقه وما بعرف اذا من حقي والراي الشخصي هن بيسموا مطربات يعني بيطربوا حقيقه ايوه لا وفي منهم مطربات ما شاء الله عليهم صوتهم حلو بياخذ بعض بيغنوا بمكان يعني انه اكلوا وشرب وصوتهم كثير حلو يعني ما هي قلت لك شغله قناعه انه واحد وين بيحب يعني بيغني كذا ما انه وباني ضد يعني النتيجه الفنان بده يعيش كمان يعني اذا بده تغني كل الناس على مسرح مصيبه بصير الواحد كله؟ ايه طبعا لانه بيشحد يعني الواحد ما انه بدك ممكن شيء بالحياه يجبر ميادة بسليس باسمها الكبير ايه انه اروح اغني بعد هالعمر ما بقى تزبط يعني خلص ما صعب مهما كلف الامر ما بقى تزبط يعني ما انه وانا ما يعني هلا مثلا اطلع مثلا اغنيهم بالليل الفن وباقن مثلا تخيلني تخيل ما او اغنيهم كذبك حلو مثلا تطلع كمان بايخه ما بتزبط يعني او اغنيهم وحدي بلا رفيق مثلا طلع يعني ما بتزبط ما لا. ما بعرف انا بسمعهم والله إيه انت بتسمع كنت... بس اللي قاعد مثلا مبسوط وعم يشرب وعم ياكل تطلع مثلا ايش مياده بسليس طيب انا بعرف انه ممكن يعني يجي عروض جيده بهذا الظرف الحياتي الخاص جدا بالبلد وحتى على مستواكم الانساني انه انتم جيتوا من حلب يعني شئنا ما بينا انتم مهجرين من محافظتكم يعني شئنا ولا أبينا بعد هالعمل نعمله خلاص بقى يعني خلي مثلا يجينا عرض بدولة من الخليج العربي يعني لا مثلي أنا ما بطلبوا ميادة أكيد على معقول ما طلبوا ميادة ولا مرة أنا عملت بزماني بش اسمه بأبو ظبي كان في بس على مسرح كان للأطفال عمل كان سمير مثل أوبيريت يعني وطلعت غنيت هيك مع الأطفال أما يعني أوتيل كذا يعني يقول إنه بدنا إنه أوتيل ها ما بتزبط ما بيطلبوا يعني أصلاً لا وبتجي هيك ما بتصير صدامات يعني بتصير العروض تخيلي في شيء أنا وشي سمير يعني كمان أنا هلا سمير راح مسافر كتير مع غير مطربين وهيك يعني إنه بيعملوا جو هيك أنا ما بحسن أعمله يعني ما بحسن أكون لهلوبة المسارح ما بيقولوا بالدارج بتكملوا بعض انت يعني كل بهاي تركيبه الشخصيه انه كمان بعتقد انه سمير السنوات الطويله اللي قضاها بنادي حلب مثلا او بكذا يعني اخذت منه كثير واخذت من صحته كمان يعني سمير كان يشتغل بالليل وبالنهار يعني كمان بس هي كمان عملت بيت وعملت الحياه صح طبعا صح وانا مثل ما كل الناس بيعرفوا اني انا بهمني البيت بالدرجه الاولى بهمني الاولاد بهمني يعني انا صح يمكن يكون ما يكون مثل غيري انه يعني بين مستقبل البنات وبين صحة سمير الله يخليكم لبعض خلينا ياكم كمان وبين مستقبلك الفني لا مجال للمقارنة يعني هن الأهم ايه عندي اياهم بالدرجة الأولى وبعدين بيجي الشغل شغلي وشغلي على كيفي مثل ما أنا بدي بعمل على مسرح بعمل على ايه بس يعني هلا لحد يعني من حقنا نحن نطلب منك أفق إضافية يعني شارات المسلسلات نسمع صوتك بشارات مسلسلات صح
بس أنا بتمنى أني أفتح مو بس أسمع صوتك، شوفك بطلة لمسلسل أو هلأ المطربات عم يعملوا هي يعني التمثيل ما بتزبط مع أنه أكون أنا مثلا هلأ عم بقلك ما خرج أكون لهلوبة المسارح خرج أني شو دخل التمثيل يعني ما بعرف أمثل أنا يمكن لو كنت بعرف أمثل كان ممكن هلأ حدا حالي أحسن من اللي عم بيشوفنا يكون عنده يعني يعني أنه يكتشف فيني شغلة أو لا يكون يعني عنده مسلسل بده مطربة مطربة هيك وفا بمستواك باسمك بتاريخك تكون يعني هلا عفوا في مسلسل طريقي اللي كان برمضان الماضي وشيرين عبد الوهاب اللي خوف هذا الموضوع ما بعرف انه تمثل وتغني ممكن انه مثلا واحد صوتي اغني بس اني امثل ما بشوف انا شغله صعبه كثير كثير صعب تعطي يعني هي كمان نرجع لفيروز اللي بيمثل وبيغني وبيعمل هذا بكون يعني هي عطينا عند ربنا انه اعتبار اليوم عيد ميلادها يعني هيك ولازم نضوي لها شموع مو نقطع الكهرباء مثل ما صار معنا بتسجيل الحلقه بس انه مثلت شو رايك بتمثيلها؟ هي ما بعرف عندها حضور يعني هي ست فيروز انا حضرانتها حضرتها بالاوبرا حضرانتها ببيت الدين ما صار وقعدته لا يا ريت يا ريت مجرد ما تشوفها واقفه هيك على المسرح ما هي ما بتتحرك ولا بتعمل شيء ما بعرف بصيبك هيك شيء مثل كاني تحس كاني شقت السماء ونزل منها كائن مخلوق ما بعرف نحن هيك تعني لي بالنسبه لي لا بالحفله اللي كانت موجوده انا بعرف اول ما طلعت على المسرح انك بكيتي انه ايه لا هو اللي بصير العكس سمير وقت تطلع فيروز بدمع كل ما حضرناها وانا بصيبني شيء من الهستيريا يعني بدي اعمل كاني اي شيء الفت نظرها انه انا عم انه على اساس انه هي بتعرف ايش تتخيلي ما بتعرفي؟ ما بعرف يعني انا بنتها صديقتي على الفيسبوك يعني ولا ريما ريما وابنها اسمه زياد اكيد بيعرفوا بس ما بعرف اذا هي الست العظيمه بتعرف انه حدا بكن لها كل هال بتعرفش في ناس بس انت مو طبعاً. اي حدا بكن الله يخليك انا ما عم كبر ولا انا عم بحكي الحقيقه وهذا يعني بالإذن من كل اللي عم بيشوفونا يمكن كتير بيوافقوني الرأي نحن بحاجة نحن ما بعرف ما بنصنع آيكون نحن بحاجة لأيقونة عنا بالغناء شو بيمنعنا أن ننصب مياتها لا هي كتير عم تعطيني الله يخليك خليني بحالي مثل ما بقول أنا